ما حدا بحب يكون له قصة سيئة في حياته، ولا حدا بحب يشوف الحروب والسقوط والذل في حياته. بس هذا بنشوفه باستمرار اليوم وهنا وفي هذا الوقت. كثير منا يلي واجهوا أشكال مختلفة من الظلم، وكثير منا يلي عانى بظروف خارجة عن إرادتنا أو بأيدينا حالات فشل وألم. الفشل والألم وليد الزمان والمكان والعائلة والاسم والمعتقدات يلي هي مصيرنا من لما خلقنا وإجينا على الدنيا. ويبقى السؤال، هل فعلا نقدر نتحكم في مصيرنا؟ إن كان هذا الشيء ممكن، فليش ما الجميع اليوم يصنع رسالة تستحق الحياة؟ يقول الإمام علي رضي الله عنه: ما ذل من أحسن الفكر. كلياتنا بنقدر نتحكم في مصيرنا إذا بدينا بالإشي الوحيد يلي بنقدر نسيطر عليه، ألا وهو العقل والتفكير. فتفكيرنا بيحدد أخلاقنا، وأخلاقنا بتوازن مشاعرنا، ومشاعرنا بتوجه سلوكياتنا، وسلوكياتنا بتشكل عادات تقود أمم من بعدنا. ولا يمكن للانضباط الداخلي وضبط النفس إلا إذا قدرنا نتحكم بأفكارنا. فأين نحن اليوم من التفكير؟ في كل يوم جديد، الساعة الباكرة صباحاً، نستيقظ ونستعد للذهاب إلى العمل أو الجامعة أو المدرسة. فمنا من يقف ساعات على نقاط التفتيش، ومنا من يتصفح منصات الإخبارية ليعلم أن اليوم هو حداد على أعزاء فقدناهم بالأمس، وغيرنا من ينزف بين جريح ومعتقل أو حتى لاجئ عالق في وسط البحر، حاملاً أطفاله وأحلامه على أكتافه، ساعياً للبحث عن سبل عيش كريمة. وشخص لم يرتكب أي ذنب ولكن شبه لهم، فكان قصة عابرة للبعض وقصة مثابرة للبعض الآخر. وبنهاية اليوم نتابع تصفحنا لمنصات التواصل الاجتماعي لندرك أخيراً خيبة أشد وطئاً، أن العالم الخارجي استنتج الجاذبية من سقوط تفاحة، ولم يستنتج الإنسانية من سقوط الملايين. وهنا تشتت الأفكار وتحبط المشاعر، لا تملك الحولة ولا القوة للسيطرة على الشيء الوحيد الذي لديك سيطرة كاملة عليه، ويصبح مصيرك خاضع لقدرك. فرسالتك رسالة حياة، ورسالتهم رسالة موت. ثم تقف وتسأل نفسك: هل أكمل رسالتي بدور الضحية في حالة من السلبية والاستسلام، أم على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟ يذكر ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع للناس الأكثر فعالية عن أحد الحكماء: إذا زرعت فكرة حصدت عملاً، وإذا زرعت عملاً حصدت عادة، وإذا زرعت عادة حصدت شخصية، وإذا زرعت شخصية حصدت مصيراً. حبايبنا، أجل وقت لنركز على ثلاث أدوات اليوم لنتحكم في مصيرنا. القوة الأولى قوة الفكر والتفكير في ظل الألم. الواقع اللي بنعيشه مقسوم لقسمين. القسم الأول هي الظروف والوقائع يلي هي خارج عن سيطرتنا، ما نتحكم فيها: الفقر، المرض، الإعاقة، الشلل، الاحتلال، أو أي نوع من أنواع الظروف الخارجة عن إرادتنا. أما القسم الثاني فهي الظروف اللي منسيطر عليها ومنتحكم فيها، لا تخضع لأي عامل غير إرادة أنفسنا، وهي اللي بتحدث فارق في حياتنا: قراءة، تعليم، تطوير الذات وغيرها. تعالوا مع بعض نتصور هالقصة الخيالية. أنا وياكم اليوم قاعدين في هذه القاعة منعمين بسلام، فجأة نسمع صوت انفجار بهز أركان المكان، بنصيح، نتلفت، نطلع لبرا لنشوف
ولا بيت موجود محله والمدينة مدمرة بالكامل. منحاول نفكر، نحاول ناخذ قرار، ولكن الخيار الوحيد اللي قدامنا هو النزوح خارج البلد. منحتضن أحبابنا ومنبلش أصعب رحلة لأقرب مكان شبه مؤهل أو قد يكون معدوم لنعيش فيه. وبعد أيام وأسابيع البعض منا في حالة من الانكسار والحسرة يلوم الظلم والواقع والظروف كأنه الوحيد الذي لديه قصة سيئة في حياته، والبعض الآخر رغم التشتت والضعف واليأس يستجمع ما تبقى من نفسه ويستجمع ما تبقى له من حول وقوة ليصنع من ولا إشي وإشي. وهو منكون وصلنا للمنظورات الفكرية. كل شخص فينا اليوم له منظوراته الفكرية المختلفة، أفكارنا، تجاربنا، خبراتنا من لما ولدنا لليوم شكلت عدسات فكرية. هاي العدسات الفكرية كل شخص فينا له عدساته الفكرية مختلفة، محدبة، مقعرة، مكسورة، ملوثة، كبيرة، صغيرة، شئت أم أبيت هي اللي بتشكل أفكارنا تجاه واقعنا. في عام 2020 وبعد قدوم جائحة كورونا، وبالوقت اللي انقطعت فيه كل سبل الحياة والتعليم، أنا من الناس اللي ما كان عندي خبرة عشان أشتغل على الإنترنت، بل بالعكس منظوري الفكري كان تجاه منصات التواصل سلبي بل ومنتقد. بس ما كان في عندنا خيارات غير أنه نبلش. عملت صفحة على الفيسبوك، عملت علامة شخصية تجارية، بنيت دورات في مجالي إلكترونية، اشتريت مايك، اشتريت كاميرا، تعلمت مهارات تسويقية لأحكي للناس أن أنا موجود، وأعلنت عن أول دورة في مجالي. أجي عليها 5 مشتركين. التصوير والتسجيل كان حدث ولا حرج، بس اليوم الخمس مشتركين صار معهد الخاص ومنصة الإلكترونية الخاصة، والخمس مشتركين صاروا 700 وأكثر. واستنتجت أي شخص في أي مكان في العالم تحت أقصى الظروف لسه بيقدر يتعلم، يقرأ ويرتقي بتفكيره. وخلاصة القوة، تذكر دائما أن تجعل خبزك الكتاب وما أكل علم، وأن لا تطلع عليك شمس إلا وعندك علم جديد. قوة رقم 2، من أنا وما هي رسالتي؟ قوة معرفة الذات، أحد أصعب الأسئلة اللي ممكن تجاوب عليها في حياتك. أخذ مني وقت كتير طويل لعرف إجابته. في عام 2014 تخرجت من كلية المحاسبة بثلاث سنين بدل 4. اتدربت بشركة برمج على نظام محاسبة معين، ومن ثم توظفت بشركة لمدة 4 سنين وقدمت استقالتي. ما كان في أي قيمة مضافة لحياتي ومستقبلي. طلعت على دبي لأقدم امتحانات مهنية، ولكن للأسف لم أحرز المعدل المطلوب. رجعت على بلدي. فتحت مشروعي الخاص، 7 أشهر توقف ولم يستمر. رجعت لمكتب حسابات والدي، مشتت الأفكار، محبط المشاعر. كلها كانت محاولات لأعرف ذاتي. وفي كل مكان كنت أوصل فيه لمكان ألاقي مش المكان الصح، أرجع أدور، أقدم، أستقيل، أبتكر، لأني أكثر شخص بيعرف نفسه وأكثر شخص بيعرف شو الأصلح لإله. لحديت ما أجاني تليفون صاحبي حمودة بيحييني وبيطمن علي وبيعرض علي فكرة. فكرة إني أدرب في معهد متواضع وبعائد بسيط جدا يصل ل 500 شيكل بالشهر، وأنا بعمر 22 سنة. قلت له ليش لا؟ وفي أول لقاء وأول لحظات من العطاء المعرفي وأنا براقب ردود أفعال الناظرين والطامحين اللي قدامي، كمية السعادة والرضاء الداخلي كانت لا توصف. أدركت أن سعادة ذاتي تكمن في العطاء العلمي. خلاصة هذه القوة، أي شخص اليوم بيعرف نفسه واحتياجاتها وبتقن ردود أفعاله تجاه محيطه وبتصالح مع أقواله وأفعاله، بجرد ذهنه من التفكير المادي المزيف، قادر اليوم يرسم هدفه
ويوصل لهدفه دون الشعور بالظلم والألم. وهلأ أجا وقت التخطيط والعمل والتنفيذ. يقول توني روبنز على تغريدة في تويتر إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم بدلاً من السماح للألم باستخدامك. القوة الثالثة هي قوة التخطيط في ظل الألم. القوة الثالثة هي تطبيق عملي لما أتت له القوة الأولى والثانية. أجى الوقت أنا وياكم اليوم نشتغل نأخذ الخطوة الأولى نحو التغيير الجذري. اتفقنا لازم نتسلح بالمنظورات الفكرية السليمة ونركز على القدر أو نركز على الظروف والوقائع المتحكم فيها ونسقط هاي المنظورات وتركيزنا على نفسنا واحتياجاتها عشان نوصل للي بدنا إياه دون الاعتماد على أي شخص. وهلأ أجا وقت القصة الرابحة والأخيرة. خلال مسيرتي المهنية وبعد تخرجي الجامعي ولأسباب شخصية كان لازم أصبح مدقق حسابات قانوني في بلدي. قدمتها مرة ومرتين وثلاثة ولمدة 4 سنين جميعها كانت محاولات ليس إلا تكرست بكلمات حظاً أوفر. أدركت أنه لازم أخطط لإضافة علم جديد أقدر أتخطى فيه هاي العقبة، ولأن أفضل طريقة للتعلم هي التعليم. طلعت كملت شهادة الماجستير في بريطانيا ورجعت وبدأت أشتغل كمحاضر غير متفرغ في جامعة النجاح الوطنية، وهون حدث ما لم يكن بالحسبان. في الأسبوع الأول أعطوني 3 ساعات تدريسية، وخلال السحب والإضافة تم إعطائي كمان 3 ساعات تدريسية بالفصل ليصبح مجموع 6 ساعات تدريسية. وفي نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الأول تعرض أحد المدرسين لوعكة صحية. تم إعطائي برنامجه 21 ساعة 350 طالب، أكبر تحدي واجهته في حياتي. وبعض الفصول اللي أجت بعديها الجامعة أعطتني كثير من المواد ودرست معظم مواد التخصص. وخلال هذه الفترة قدرت أقدم امتحانات مزاولة المهنة وأصبحت أحد أصغر المدققين في بلدي. التخطيط هو الجسر اللي نعبر فيه من الحاضر للمستقبل، بنهيئ فيه قراراتنا وسلوكياتنا مستقبلاً، وبالتالي بنحضر فيه مصيرنا مسبقاً. قديش أنت اليوم قادر تجمع معلومات، تدرس الظروف اللي حواليك وتدرس نفسك قدراتها الذاتية؟ قديش أنت قادر تخطط بطريقة أدق وتتحكم في مصيرك أفضل؟ صادفت بحياتي كتير ناس مضوا في معاناة وظروف صعبة يلي أثرت على خططهم المستقبلية. حياتنا كلها ظروف صعبة، ظروف سياسية اجتماعية، تضييق مستمر على حرية الفكر والعمل. يمكن كنت واحد منهم في يوم الأيام. أنتي هو هي كلنا كنا واحد منهم في يوم الأيام. بس كم واحد فينا اليوم قدر يصنع من هذا الألم، من هذا التضييق، من هاي الظروف سلاح يحارب فيه في أرض معركته ويحقق انتصاره الداخلي أولاً وتحكمه في مصيره ثانياً؟ وختاماً، فضلاً وليس أمراً، من كل شخص في هذه القاعة تمده بفلسطين أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة أن يعدل جلسته ويفرد كتفيه ويرفع رأسه عالياً ويعتز 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 بأنه فلسطيني. وشكراً.